اطلب في اي زمان يجي اي حكايات وصعوب عليك ليمون عمره ما يخلي تيباني تيباني اطلب في اي زمان يجي اي حكايات وصعوب عليك ليمون عمره ما يخلي ميموني ديبانر اصله انفورماتيسيان عنده سنين مرسم في الشومار رقد وقام جاب لنا فكره جديده عمل للناس استام ديبانر ديباني ديباني اطلب في اي زمان يجي اي حكايات وصعوب عليك ميمون عمره ما يخلي ديباني كل الناس الاحباب والجيران عنده سبع سنايع يفهم في اي دومان مفوتو شي حتى بان ما يصعب عليه ميمون ديبانر خمسه والخميس علي ديباني ديباني اطلب في اي زمان يجي اي حكايات وصعوب عليك ميمون عمره ما يخلي حمدون بتلبني حد؟ ما تعرف؟ ما جاي متعرف مشان ما قارسة يدور لي حتى حق الكلام تحلي مختك مش ندبر بابا لا هذي شو متهناتنا مش قارسة ها؟ صباتك هكا؟ ها؟ وين 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 نتحرك؟ أنا ميت الفلاير بارتو بلايس الكل نتحرك مش نعتصم لهم قدام الدار نقول لهم طيحوا بانا ربي ربي هكاك من أخوك دعي لدعي وتخير خلي ثمس ما يجيني تليفون حمدون حمدون قلت لك ادعي لي انا مش ليك انت الو ستيغ واو 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 صار انتي ريك شونيا شبين نطلع فيك تشعل التليفون صباح خيسي ميمون شو عاش خويا امشي خلصتي فترة ستيك اليوم اخر اجل في الدفوعات مدام تجي متخلص بعد نهارين حتى بعد جمعة راه نورمال ليه مش نورمال عندي انا موش ميسالش ليه يا اخوي يستحيل انا عمري ما نخلص مخر عمري ما ناكل عرق الناس انا اربع مديت اربع مديت جيني في وقتهم ما نخلصش انا مخر هاي قوم عايش خوي ما تقوم بجاه ربي شو ما صح راسه سامحني بالله انتي وقتاش تخلصي الكري وقتاش تخلص لي الكري اب 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 اه عديك وليت بكوش كيفو الو وي عسلامة مدام وي فويت متا غاز كلمت ستيك قالوا لي اللي هما مسؤولين كان على الفيوت اللي قبل المونغيلا كل ما هو بعد المونغيلا وفي الدار على حسابي ريت ما هو هاو رصات لي نعيط لك بيه قل لي عندك باش تقيد تي ليه مش نمرو ستاك تقيد دريستي وين دا دريسة وين اي ربيع ساعة يكون بحذاك أبي وانت أبي هاو كجيني فلوس كراي لي دايا ما نعمل في شر حل مخك معايا وركز مليح مليح زميله نيرك شو غادي ويلزمنا نطيحوا الخطايا على مين نرضاو وبليتو على مين هكا نحصلو شكون باش نحصلو شي ما فهمتنيش خاطرك مازلت جديده وبوج يالا انا بوج تعرف قبل الثوره عايشة قبل الثورة كنا نتخباو وغادي هكا ونبداو نستناو شكون يحرق ستوب اللي في أول النهج هذاك تحكي على ستوب هذاك تي شكون يقف فيه تي أنا بدي ما نقفش فيه
ومزيد ما فهمتش كيفاش عاملين ستوب في كيس سونس يونيك وديما فارغ. اي ما ستوب ستوب حتى كان في الخلاع عايش. اي او هذه بلاصتنا. هاي هاي شد 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 البلايص. اي او المسجد بدا مر مر مزيد ايش بيك زاده؟ انا مش عجبتني حكايه الحصيله هذه، انا معرضه اكثر من عقاب. كلام جميل كلام معقول، ما تقدرش تقول حاجه عنه. ايه ويلا كي تروح لعرفك بزيرو اختايا شنو باش تقول له؟ بالله باش تقول له عارفي سامحني عدينا النهار في الردع وباش باش ندخلوا فلوس لكاسه الدوله باش باش بالاداءات. ما يكفيوش ما يكفيوش بلي خطيه وشويه. شوف حل معايا مخك زميل، حل معايا مخك عايشك. احنا مهنتنا مش يتحدث ستوب غادي ولا غادي، احنا مهنتنا يا للا نسهروا ونفيقوا ونصبحوا ونرمضنا ونشتيوا ونخرفوا على تطبيق القانون، حتى كان القانون هذا ما يعجبش العباد راهو واضح. باهي 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 عباس، هذا واجبنا اما على شرط الناس الكل كيف كيف. واضح. اي بر بر تعدى ما هبت يدك تلفت شكون؟ عارفنا عارفنا. شد امشي المرشي جيب لي الفليسة الكل ما تنسى شيء. سي ميمون سامحني اما شهيتني في كويس جو دورانج. جو فوز اون بري مدام. ما تبتعش المرشي؟ مش يقضي؟ كيفاش باش تقضي وانت ما تتكلمش؟ بالله شبيه الوحيد اللي بكوش في المعشيه. بالله سامحني اللي يشوف الاسوام مش يبكش يولي سمامه. ما نوصيكش. هاي تشاو. ابا ابدا لا لا مزروب مزروب ما عنده فويت. عندك قيمه سيره لك انت؟ لا ما عندي ما عنديش ما عنديش كاس كومبلوس. ابي 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 باهي يا ربي بنحطك في اقرب مرشي. باهي يخرج خويا ميمونة تيك صح عليك الطاولة. طاولة شنو امشي على قدام داركم في اجري اجري فيس. شنو هو عزيزه شنو هو شنو هو المنظر اللي عملته لي هذي لهنا؟ شنو هو هذي؟ اسمع ربي شنو تغشش. عندك الحق تتغشش مو سيدي عربي تعطي قد هكا ياخذ قد هكا. ايوا هكا ولا لا لا هكا ونص هكا. قبل ما ننسى ماني بدات السميد نتاع العجينه. اي يا ذوق هذيا وقول لي بينا ولي ما كنش خرج على السميد نتاع العاده. شو والله انا شبعان على خاطرك راه باش نشوف. علي علي برا بركه مش دونية بيها يزي عاد ما لبدل السميدة. نيني خليك كيك بيه. هيا يقعد اخذ ارتها يقعد اخذ قول في عقلك. هاي تعطي الجزوزة حن عادي بيها في الطاولة الثانية نعطيك الجزوزة في الطاولة. شنو تيلي قلت لك فكرة في المرحلة الثانية نزيد الجزوزة في الميني منيا راكع بعد امتى؟ اي تفضل زيد الدلل. ها هاي امراه عندك شحويجه شاي النهج محسوب فارغ بعض عبيد ماشيين جايين تي كل فول لهي في نوارو يا راجل وانتي بحذيك راكحه غادي شاي من اللي خلص الجاره وحرت الموار تاع البناقل ورجعت حد ما تعدى وهي زعما الويش حلتهم الارموار نتاع المناقل وخيتي ولاش عندي فيها انا الحقيقه ما نحبش تنسنس. قل لي اش قولك نتبادلوا بالك شي انت تطلع مزهار اكثر مني وياك اكسيدان ولا حتى جرد عركه. يا ندرا شكون ينقص على باب الجاره؟ اشراق جابك ربي تعرف
ظهر لي عندي فيت متاع غاز. وش عملت؟ هاني قصيت الغاز ومازلت كي طلبت حد يجي دبانيني. مالا مادام وصل يجي اشوف السلعه اللي جبتها نورو من دبي. يا بحذاك يا توا؟ اي هاي اللوطه بحذايا جتني طول من المطار. ازرب روحك قبل ما يخلطوا باقي الشله ويفصعونا بالمامو. والبلومبي اللي بيجي دبانيني يا اخي جاك في صاروخ هو ماك تعرف السيركيلاسيون. هيا بركه ما نقطعوش. هيا شفتوا كيف هرب؟ قلت لك بج بج شي ما عادش قدرنا حد. برا برا وقف الموبيلات هذه برا دي الفسبا عليه ما حرقش ستوب. هاتوا نوقفوا وين ابعد صح شرطة صح ورقك كاملين برجلين عندك سيرونس؟ عندي يرجونس تذومر؟ لا عندي يرجونس واحد مش ندباني مزروب. شبيك سيادتك طبيب جوالة؟ شنو اللي مركب وراك هذا؟ شكون؟ بعثت اخته باش يقضي من المرشي. واش بيه مش لابس كاسك؟ حمدون خو مدام حلمون خو مدام احلام باش نهز ويقضي في ثنيتي المرشي. ما تعرفش اللي لباس الخوذه اجباري؟ صار مشكلتك معاه انت حمدون. يا اهبط 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 حمدون. هانا اللي مش لابس كاسك بحذاك تحبش تهز وتبيته الليله في الفوريير؟ دبر راسك معاه. اختي هند بسلامة. وصل مرك فيا ماني ما عرفش اللي بس الخوذه اجباري ذايا. و زعما ناخذ نقيس كل شيء مزلنا في الفيليجا الاولى. يا اخي شم زربنا مازال عندك وقت حتى يخلطوا البنات. ملا في ساعه راه تراك روبا لوغون شيخ نقيسها. قل لي نورس جبت فولارات امي موصتنا عليهم هكا توا اكثر حاجه طالعه في تونس هالايامات هي الفولارات. تجيب دي نقاب الكمال كلهم كولوريني. حاش قل لي تحب المكرونه بالدجاج ولا بالعلوش؟ اختار بالكوليسترول اعملها بالدجاج. حاضر شتك شم 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 ثم شكون قدام دار الجارة حشب تقول شكون شكون لا تحل الباب تزع التليفون زعما داخلته. اوه لا 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 شو هاد؟ شو هاد؟ اش فما؟ فنهار والقاية ولا شيء؟ شنية؟ هاتك تليفون فيسع فيسع تليفون القهوة نتيا تليفون 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 الله 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 الو واضح تنجيو على عين المكان ايه؟ واضح واضح اي هند نبدلو تنيو عنا دي سونت اي Ooh.
cat alive in France to see me move through the night. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. احنا وصلنا على عين المكان. وين الروفور؟ مازلنا ما تصميم، مازلنا ما تصميم. واضح. تصرف وحدك. اتو نتصرفوا وي. مش باش يضعفونا روفور؟ لا شيء. وحدة تدخل سريع. وتا عندهم شو اسمه ذاك اعتصام في القصبة. حاشاك. شكونك انت؟ والله انا اللي بلغت على الباب. باهي برا هز مرتك وادخل داخل. لاباس؟ شنو هو لاباس؟ سرقة موصوفة بالتربص والترصد والخلع واستعمالك ليمونات في ستيام ايتاج وتقول لي لاباس؟ سامحني دخلت المرأة كانت باش تموت بالغاز. صارت فما مرأة داخلة؟ شنو هو؟ تحب تقتلها وتلصقها في الغاز؟ لا زيدي لا 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 ثم المرأة لا غاز حتى الريحة طاحة تو زي باهي السرقة في يدك ليمونات ما في يدي شيء اي اي الكلام هذا قولوا لحاكم التحقيق بعد غدوة وعلاش مش غدوة؟ عندنا غريف على اعتصام الزائدة عن السريعة الزايدة لا عندكم حق تعتصموا الحق والمدريال شفتي المرأة يقول لك التنفيذ باهي المسحة العامة. دونك طيب يا زهر شو بان الحضانة في البحر نحب هالكل يا محرحرة كيف كنتي وبنحب العلو الزادة فرد يا حاج فرد فرد أما وحدك وحدك بيتصالك يلا تعرفش في ست ايام يا رسول الله ست ايام مع السلامة صباح الخير مدام عايشة انا جيتك بس صحح لي عاك الحكاية خلعان الباب تفضل معايا لداخل يعيشك يعيشك مرسي يعيشك يا مراه الجاره دخلت راجل الدار يا خلبة اللطف 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 شوف ايش يطلع منها يلا شوف ايش يطلع منها يا كنت بيش يشعب يشعب ما عادش الناس بزنه اي حكايات وصعوب عليك ليمون عمره ما يخلي ديباني من ديباني اطلب في اي زمان يجي اي حكايات وصعوب عليك ليمون عمره ما يخلي ليمون ديبانر اصله انفورماتيسيا عنده سنين مرسم في الشمار رقد وقام جاب لنا فكره جديده عمل للناس استام ديبانر ديباني من ديباني اطلب في اي زمان يجي حكايات الصعوبة لي ديمون عمره ما يخلي ديباني كل الناس
احبابه والجيران عنده سبع سنايع يفهم في اي دومان مفوتو شي حتى بان ما يصعب عليه ميمون الديبانار خمسه ولا خميس علي ديباني ديباني قلتو في اي زمان يجي اي حكايات صعب عليه ميمون عمره ما يخلي توانسة أكثر الشعوب تخدم بالديباناج لازمنا كل شهر رئيس نقولو لو ديجاج بس ما كان ديبانيني يرحم بوكو ما تخليني انت اليوم أفرح بيا وأنا غدوة ما خلي ديبانيني ديباني قطر في أي زمان يجي أي حكايات صعب علي ديمون عمره ما يخلي سيستام الديباناج مش كيف كل سيستام مادام عنده جارو حمدون وما دام أحلام عشرة الديباناج يوفى معها الكلام برشا حكايات مزيانة قاعدة تزيد مع الأيام ديباني ديباني قطر في أي زمان يجي أي حكايات صعب علي ديمون عمره ما يخلي I'm not